الموضوع الثاني شباب سوهاج اللي اتقبض عليهم بسبب التهرب الجمركي. ايه اللي بيحصل؟ تعالوا بس قبل ما نشوف او قبل ما نعرف ايه اللي بيحصل، يلا نشوف ونفكركم بالفيديو ده ونرجع نكمل مع بعض. يلا بينا. سهاج بورسعيد عشان تهرب؟ مين بقى اللي دلك على الشغلانه دي؟ اصحابي. اصحابك؟ يعني قرناء السوق. امال تشتغلوا؟ تشتغلوا ايه؟ في بقول لك في شركات نظافه 50 جنيه في اليوم. دي بتاخد فيها كام بقى في اليوم؟ بتاخد 150. مين قال لك ان هي 50 جنيه في اليوم؟ هي كام؟ معرفش، بس على الاقل شغله شريفه. شغله شريفه؟ 50 جنيه هتقدميه. انت هتقضي مين؟ امال ايه؟ على الاقل 50 جنيه اللي بتقول عليها دي 50 جنيه حلال، لكن 150 جنيه دي حرام. مش كده ولا ايه؟ ما حساش بيهم. ايه؟ ما حساش بيهم. مش حساش بالناس. انا مش حاسه بالناس؟ ازاي بتقول كده؟ يعني عايز ايه؟ يعني عايز تقول 50 جنيه 50 جنيه. توكل ثلاث بنات، توكل ام. طب لو دخلت انا بس شوف الناس حالة صعبة. الحالة صعبة، الحالة صعبة على الكل، بس كل بيعمل ايه؟ بيحاول يدور على شغلة شريفة. في اعمال، مش مفيش. عارف لو رحت شركة نظافة هتلاقي شغل، عارف لو رحت الاستثمار هتلاقي شغل، في شغل كتير. انت ليه ما بتحاولش؟ انا زعلانة على اللي انا شايفاه ده، انا زعلانة عليك. زعلانة؟ أنا زعلانين من أروح. طب عايز أعرف أقول لك حاجة؟ لو جه هنا أهو في بورسعيد على الشاطئ بشوف ولاد زيكم شايلين ملابس بطريقة شريفة كده وبيبيعوها وبيكسبوا كويس جدا، واللي ما كانوش بيكسبوا ما كانوش وقفوا من أول النهار لآخر. ما هو أنت بتستسهل، أنت مش عايز تتعب، هي دي المشكلة. الست عامله لك فيها علي جمعه على مختار جمعه على عيله جمعه كلها، وعامله فيها شيخ وحرام وحلال وبتاع، وازاي والحلاله يا ابني مش عارف ايه. يا ستي ما تروحي تقولي لعبد الفتاح السيسي الحرامي، حرامي اللي انت بتسرقه من الناس الغلابه، قولي لعبد الفتاح السيسي الحرامي وحكومته حرام عليكم ان يبقوا عندنا شباب في مصر زي ده جايبينهم. احنا لا مع ولا ضد، بس انا مع واحد دلوقتي، انتوا قبل ما تقطعوا ايد السارق اعرفوا الاول هو سرق ليه، وقبل ما تجيبوا عيل زي ده وتحاكميه وتعملي فيها قضيه ومستشاره ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده كله، شوفي البلد الزباله اللي عايش فيها اللي ما فيهاش لا حكومه ولا قانون ولا فيها اي رعايه من اي نوع، هي اللي خليته يعمل كده، هي اللي خليته يعمل كده. شوفي الاثار اللي عماله تتهرب بيهربها رئيسك عبد الفتاح السيسي، وبيقطع النور في المطار وفي المتحف وفي كل حته، وبعد كده الاثار بتتهرب. وروحي اساليه وقولي له حرام عليك ان انا جاي على قد زي ده غلبان، تقولي له حرام عليك يا ست تليه، روحي في حته شوفي انت رايحه فين. يلا روح لاول بوست معانا. مصري بيقول لك العيال دي اشرف من اللي باعوا الجغرافيا للسعوديه. والله عندك حق يا مصري، والتاريخ للامارات. ايوه كده، هو ده الكلام بقى. الشباب ده او الرجاله دول، الرجاله دول هم ارجل شباب في مصر، واصدق كلام اتقال هم اللي قالوه، هم اللي قالوه، والولد ده قال كلام معتبر جدا. احنا بلد الحرامي الكبير فيها عايش ملك وبيتكرم ويبقى وزير او حتى رئيس، هو ينفع بلد محترمه يكون فيها وزير صحه اسمها هاله وبتعمل اللي بتعمله ده؟ ولا ينفع بلد محترمه يكون فيها وزير يقول لك هعمل قطر لما يتقلب يقوم لوحده؟ يا جدعان بقى ارحمونا بقى. ينفع بلد بيتكلم فيها في الرياضه ويتصدر فيها في الرياضه مرتضى منصور وتبقى بلد؟ ينفع بلد يجي واحد فيها يشتريها برياضتها بنواديها، يجيب نادي اسمه السوهاج يخليه اسمه بيراميدز ويلعب ويقول لك قبل ما يلعب الماتش يقول لك احنا ما اتغلبناش قبل كده عشان انت ما طلعتش اصلا في طبق اليوم، ولا حد شافك في الرياضه ولا حد يسمع عنك. هو ده العته اللي احنا عايشينه. انما الشباب بقى اللي بيتحايل على القانون عشان يكسب رزقه، دول يتفرموا ويتحبسوا ويموتوا ويتحاسبوا ويتسالوا عشان البلد تبقى محترمه. يلا نروح لمصطفى نصر. الراجل ده جزمته برقبه كل العيال دول، والله العظيم عندك حق والصوره معبره جدا يا درش. اهو هو الراجل ده، الراجل ده اهو، معلش يا علي هستأذنك كده اهو، الراجل انا ابعد عنه عشان الدنيا دي ضلمه، الراجل ده اهو اللي فوق ده اهو، اللي تحتيه دول كلهم حبة عيال اللي كانوا قاعدين في مؤتمر السيسي وفاشخين لي ضبهم وبيضحكوا على اللهبل اللي كان بيتكلم، اهو الدنيا نورت الحمد لله. اهو الراجل ده والله العظيم يا جماعه العيل الصغير ده برقبة العيال اللي تحت دي كلها. يلا بص بقى، هما
اللي تحت دول بني ادمين، بني ادمين بس عاملين ايه؟ عاملين زي الزومبي كده. دول ليه بقى بقول عليهم كده؟ لان دول خدامين البياده. دول خدامين البياده كل شغلانتهم يخدموا عبده مشتاق، يخدموا عبده مشتاق، وفي نفس الوقت هم بيدوروا بيقوموا بدور عبده مشتاق. كل واحد فيهم مشتاق يمسك حته ويمسك حاجه، زيهم زي بانجو المثل الاعلى. مش بانجو دلوقتي بقى صاحب مصانع وبقى عضو مجلس الشعب، والواد برايز اللي كان بيطلع في فيلم ثقافي وبقى اتحول بعد كده لمواطن صالح وبقى في تمرد، مش هو برضه شغال مع الناس دي؟ هو ده النموذج، هم دي النماذج اللي عايزين من عبد الفتاح السيسي بانجو نمره 2 وبرايز نمره 2. يلا يا باشا نروح للي بعده. بمناسبه الناس اللي قافشه على الولد بتاع بورسعيد، احب اسجل ان واحده مش فقيره وعمري ما جربت عيشه الولد، ولا محتاجه اتهرب من الجمارك ولا بسافر. بتهرب من الجمارك عادي، واي جمارك اقدر اخلع منها اعمل كده، وضميري مش مأنبني خالص بجد. على فكره والله العظيم يا لينا انت رائعه. انا عايز اقول ان لينا بتتكلم على فكره عن 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 الناس كلها. هو مين فينا بيروح لبتاع الجمارك يقول له والله انا جايب برفن كده شيك وجديد وحطه في العلبه دي وعايز ادفع له الجمارك، او والله انا جبت مش عارف معايا دي في دي مش عارف منين وعايز ادفع له جمارك، او معايا شاشه ال سي دي وعايز ادفع لها جمارك، او معايا اي حاجه وعايز ادفع لها جمارك. مين المواطن اللي بيعمل كده؟ احنا نشتغل بعض. مين ما بيخالفش القانون ومين ما بيتحايلش على القانون في موضوع الجمارك ده؟ جايين في الواد وتمسكوا فيه. في عهد السيسي، في عهد السيسي توقع اي حاجه، في عهد السيسي توقع اي حاجه وخالف القانون براحتك وانت مرتاح البال يا معلم. هو عهد السيسي ده اصلا، ده هو اصلا اكبر مخالف في الدنيا. الراجل ده ماشي بظهره عبد الفتاح السيسي ده. الراجل ده منقلب، نزل على رئيس شرعي منتخب واراده ناس وقتل وذبح وسرق وبوظ كل حاجه في البلد بقوه السلاح والدبابه. عايز منه ايه بقى؟ انا عايز اقول لك على حاجه، انا بطالب الشعب المصري كله دلوقتي حالا اهو، وانا في كامل قواي العقليه بقول للشعب المصري امشوا على قانون عبد الفتاح السيسي. امشوا على قانون عبد الفتاح السيسي، يعني خلفه وامتنعوا عن دفع الضرائب، تدفعوش كهرباء، تدفعوش غاز، ما تدفعوش تذاكر مترو، ما تعملوش اي حاجه. الرئيس حرامي ومنقلب وقانونه فاسد. امشوا على قانونه انتوا كمان، اشمعنى انتوا يعني؟ هتيجي عليكم ولا هي السرقه بالنسبه للحاكم زي ما الشيخ لهبل بتاع السعوديه قال لك لو زنى وشرب الخمر على شاشه التلفزيون ما تعملولوش حاجه. يا جدعان بقى ارحمونا بقى، انزلوا غيروا البلد دي بايديكم وبصوتكم وبكل حاجه، لان الناس دي فاسده، الناس دي فاسده ولن ترحل الا بثوره. يلا روح لعمر جابر. الجمارك اللي اعتقلت اطفال بيهربوا ملابس من بورسعيد هي نفسها الجمارك اللي ما شافتش شحنه اثار اتهربت لايطاليا، وشحنه اثار اتهربت للامارات، وكنبه داخلها تمثال فرعوني اتهربت للكويت. صحيح صحيح، الحاجات دي كلها فين؟ يلا نروح لاخر بوست معانا للاعلاميه المحترمه فاطمه التريكي ونشوفها كاتبه ايه. انظروا اليهم صبغوا وجوههم تأنقوا دهنوا جاءوا من أغلى المدارس، من أغلى المدارس والجامعات والنوادي، ضحكوا ونافقوا وهرجوا للزعيم، لكنهم عبروا أو عبروا مثل كل مسخ أو زيف لا ولن يذكرهم أحد. وحده الصغير المنسي بيده المكبلة ووجهه بيده المكبلة ووجهه القادم من قلب الأرض هزمهم، حفر اسمه وكلماته وتلاشوا أمامه مثل أي شيء بلا معنى. تمام، وحط الصوره الرائعه دي للولد ده، وجايبه برضو العيال الزومبي اللي كانوا قاعدين مع عبد الفتاح السيسي.